السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، عيد المبارك وكل عام وأنتم بألف خير. نحييكم في آخر حلقات هذا البرنامج في رحاب القرآن، وأرحب بكم أجمل ترحيب. شهر كامل قضيناه معكم على مائدة القرآن وعلى هذه التلاوة العطرة التي شاهدنا فيها نماذج من حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين يمثلون اليمن من كل محافظة اليمن جاءوا هنا وقرأوا ما تيسر من كتاب الله تعالى، فكانوا نعمة النماذج ونعمة المقرئين. مشاهدينا الكرام، اليوم كما نوهنا بالأمس ووعدناكم بأن اليوم هو اليوم الختامي، وسيكون هناك تكريم وإعلان أيضا المتأهلين، فنحييكم ونرحب بكم ونشكركم على تفضلكم بالبقاء معنا من بداية هذا الشهر الكريم. وكما هو المعتاد فإن اليوم هو يوم مميز، و يكون معنا هذا اليوم الشيخ أحمد السعدي مدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد بساحل حضرموت، وأيضا الشيخ صالح الحواني وهو رئيس الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم، وأيضا الدكتور باسم الحبشي عضو لجنة التحكيم وهو أيضا مدير الجمعية هنا في ساحل حضرموت، وأيضا عدد الأمين العام للجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم الأستاذ عبد الحليم الهجري. جميعا هنا يرافقون في هذا الحفل الختامي والحلقة الختامية. سننقلكم الآن إلى كلمة رئيس الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم الشيخ صالح الحواني، فليتفضل. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين. هنيئا أولا في البداية أتقدموا بتهنئة الشعب اليمني جميعا بمناسبة عيد الفطر المبارك، نسأل الله عز وجل أن يعيده علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام. كما أتقدم بتهنئة الإخوة الذين فازوا في هذه المسابقة، هؤلاء الأربعة رجال القرآن وشباب القرآن، نهنئهم بالفوز ونسأل الله عز وجل أن يثبتهم على حفظ كتاب الله وعلى العمل بهم. يسرني ويسعدني أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم معنا في دعم هذا البرنامج، وعلى رأسهم وزارة الأوقاف والإرشاد وزير الأوقاف والإرشاد، نسأل الله عز وجل أن يكتب أجرهم وأن يثيبهم على ما قدموه من دعم لنجاح هذه المسابقة. كما لا يفوتني أن أشكر مدير عام مكتب الأوقاف هنا في الساحل، أسأل الله العزيز رب العرش العظيم أن يكتب أجره وأن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. نشكر الإخوة الذين ساهموا معنا في إعداد وتقديم، والإخوة العاملين في جمعية القرآن الكريم هنا في المكلا، كما أشكر الإخوة أيضا في جمعية القرآن الكريم من زملائي في الجمعية العامة على إعدادهم وتعبهم وتقديمهم لهذه المسابقة والمساهمة في إنجاحها. كما لا يفوتني أن أشكر طاقم العمل جميعا الموجودين هنا الذين ساهموا وتعبوا بالليل والنهار حتى تم الخلاص من هذه المسابقة بنجاح ولله الحمد. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من الذين يقرؤون القرآن ويعملون به، يأتمرون بأوامره ويجتنبون نواهيه، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، إنه نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا الشيخ صالح الحواني رئيس الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم، ونحن بدورنا أيضا نرجو منكم البقاء معنا هنا للفقرة التكريم، فلا بأس أن تنتظروا معنا هنا بعض الدقائق إن شاء الله، ونحتفي بهذه الكوكبة من حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى في هذا الموسم الذين أمتعونا خلال هذا الشهر الكريم وأبطروا مسامعنا بآيات الله سبحانه وتعالى. مشاهدينا الكرام، لازلنا معكم في هذا الحفل الكريم، وسيكون الآن معنا الشيخ الدكتور محمد اليافعي رئيس لجنة التحكيم ليطلعنا أو ليتحدث ما يجول في خاطري في هذه اللحظات وهو يشاهد
ثمرة هذه الثمرة التي عرضت خلال هذا الشهر الكريم. دكتور محمد تفضل. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، باسمي ونيابة عن إخواني الدكتور باسم الحبشي والدكتور خالد الكبودي نعرب عن فرحتنا الغامرة وسعادتنا الكبيرة التي لا توصف بأنه تم اختيارنا للتحكيم في هذه المسابقة في رحاب القرآن للعام 43-400 ألف من الهجرة. وحقيقة تفاجأنا كثيرا بحسن التنظيم والإعداد والترتيب وكريم الأخلاق وعظيم السجايا التي اتصف بها القائمون على هذه المسابقة المباركة. وتفاجأنا أكثر حينما رأينا ثلة من الحفاظ والحافظين والمتسابقات والمتسابقين، نادر خطأهم، قليل وهمهم، اتسمت تلاوتهم بالفصاحة والبيان. هذا يذكرني بما ذكره الإمام الهذلي في كتابه الكامل عند قوله، حينما ذكر قولا عن الإمام علي رضي الله عنه في قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. قيل أن علي سئل عن معنى الترتيل فقال: تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. هذا ما اتسم به الطلاب المشاركون في هذه المسابقة، وكلما تقدمنا بمرحلة كان الاختيار بالنسبة إلينا كمحكمين فيه شيء من الصعوبة، ولذلك دققنا في المعايير حتى نختار الأربع الأوائل. هذا التدقيق بسبب أن أمامنا ثلة من الطلاب والطالبات، لا نقول حفاظاً مبتدئين، وإنما كأنهم مجازين منتهين، بلغوا مرحلة عليا. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على المؤسسات والمعلمين الذين وراءهم، وهذا جهد يشكر لهم. نشكر القائمين على هذه المسابقة، نشكر الداعم المالي والمساند لهذه المسابقة وزارة الأوقاف، لأن هذه المسابقة قد توقفت لسنوات حتى أحياها الله بوزارة الأوقاف. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يكونوا دعما وسندا لهذه المسابقة الكريمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم دكتور محمد على هذه الكلمة، وأيضا أطلب منكم البقاء إلى جوار الشيخ صالح للحظات التكريم. تفضلوا الشيخ محمد. شكرا. الآن ننقلكم مشاهدينا الكرام إلى الراعي لهذه الفعالية، إلى وزارة الأوقاف والإرشاد، فليتفضل الشيخ أحمد السعدي مدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد بساحل حضرموت. تفضل الشيخ أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وانطلاقا من هذه التوجيهات النبوية جاء اهتمام وزارة الأوقاف والإرشاد إقامة الحلقات القرآن في المساجد وفي المراكز، وكذلك إقامة المسابقات التي فيها التنافس الشريف، ومن ضمنها هذه المسابقة السنوية، مسابقة في رحاب القرآن في عام 1443 هجرية. فهذه المسابقات تأتي لإظهار القرآن وتعظيم أهل القرآن، كذلك اهتمام الوزارة بهذا الشيء يحثنا أن نوجه الحفاظ والمتسابقين الاهتمام بكتاب الله سبحانه وتعالى إتقانا وتلاوة وتعليما، والاهتمام به لكي يكونوا جيلا صالحا ينفع به نفسه وينفع به أمته. كذلك نحث أولياء الأمور على أن يوجهوا أبنائهم لحلقات القرآن لكي ينالوا برهم في الدنيا ويفخروا بهم كذلك في اليوم الآخر عندما يتوجون بتيجان الكرامة عند الله سبحانه وتعالى. ولا ننسى كذلك أن نتوجه وننقل لكم تحيات وتهاني معالي وزير الأوقاف والإرشاد
الشيخ محمد عيضة شبيبة الذي كان له الجهد الكبير في إقامة هذه المسابقة والاعتناء بها ومتابعة حلقاتها حتى ظهرت بهذه الحلة الجميلة الرائعة. وفي الختام كذلك نشكر كل من ساهم وكل من أعان وكل من توفق لإقامة هذه المسابقة، نسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق والسداد، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. شكرا جزيلا يا شيخ أحمد، وأيضا تشرفونا بالبقاء هنا لتلحظة التكريم، حياكم الله. ومشاهدينا الكرام، لازلنا في خضم هذه الحلقة التي هي الحلقة النهائية لمسابقة القرآن الكريم في برنامج في رحاب القرآن، وكما سمعتم وشاهدتم وتابعتم خلال هذا الشهر الكريم هذه النماذج التي تابعناها واستمتعنا بتلاوة آيات الله سبحانه وتعالى، وتدبرنا معهم هذه الآيات والمعاني التي تحملها آيات الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. مشاهدينا الكرام، ما زلنا معكم في هذه الحلقة الأخيرة وهي حلقة التكريم، الحلقة النهائية لجهد شهر رمضان المبارك و تكريم المتاهلين. سيكون أيضا معنا اليوم الأستاذ محمد بوزير، مدير مكتب المدير عام قطاع تلفزيون حضرموت. تفضل يا أستاذ محمد. وأيضا يصعد إلى هنا الدكتور باسم الحبشي، لعلكم تابعتم، هو كان موجود وعضو لجنة التحكيم، وهو رئيس الجمعية الخيرية فرع حضرموت، جمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم في حضرموت. مرحبا بكم دكتور باسم، ومرحبا بك أستاذ محمد، وأهلا بالجميع، وتشرفونا اليوم في هذا التكريم الأخير لمسابقة المتنافسين لبرنامج في رحاب القرآن. الآن سأدعو الأربعة المتأهلين الذين تأهلوا في هذه المسابقة. تفضل يا دعاء. دعاء منصور تفضل إلى هنا. أيضا تفضل يا أمجد. محمد دمي تفضل إلى هنا. وأحمد مجيب، مرحبا بكم. مشاهدينا الكرام، ما زلنا معكم في هذه الحلقة الختامية، والآن وقد صعد المتنافسون والمتأهلون لهذه المسابقة، نرحب بهم جميعا، وسنبقى الآن مع إعلان النتيجة. إعلان النتيجة النهائية للمتسابقين والمتنافسين. الحاصل على المركز الرابع، الحاصل على المركز الرابع في هذه المنافسة القرآنية هو أمجد عبد الله هائل، حاصل على المرتبة الرابعة والمركز الرابع، ودرجته 97.3. مبارك عليك يا أمجد، بارك الله فيك، كان أداؤك جيدا وصوتك مميزا. ننتقل إلى تكريم المركز الثالث. صاحب المركز الثالث من يكون؟ على مائدة القرآن وعلى كتاب الله سبحانه وتعالى، وهنيئا لكم هذا الفوز، وكلنا مع القرآن في فوز ونجاح. صاحب المركز الثالث هو دعاء منصور. دعاء منصور الفقيه، الحاصلة على 97.5 الدرجة، مبارك عليك يا دعاء، مبارك عليك، الحاصلة على المركز الثالث، مبارك عليك. يبقى معنا المركز الثاني والأول، والأول والثاني، يا ترى لمن صاحب، من سيكون، من سيتوج هذا اليوم بمقرأ هذا العام في برنامج في رحاب القرآن؟ نتابع. إذن صاحب المركز الأول في مسابقة هذا العام في رحاب القرآن، برنامج في رحاب القرآن الكريم، هذا البرنامج الذي عشنا معه عمرنا تقريبا ونحن نتابعه، فهو المتسابق محمد دماج الشوي، مبارك عليك يا محمد، 99.7، مبارك عليك، هذه النتيجة وهذا الفوز،
وبالتالي فإن صاحب المركز الثاني هو أحمد مجيب مرشد الحاصل على 97.7. مبارك عليكم جميعا. وبهذا مشاهدينا الكرام لم يبقى إلا فقرة التكريم والمكرمين، ولكن قبل أن نذهب إلى التكريم دعونا نتابع فقرة أو هذه الفقرة من فقرات النماذج الرائعة، لنطلعكم على نبذة مختصرة عن كل واحد من هؤلاء المتسابقين لتعرفوا السيرة العطرة لهؤلاء والمراحل التي حفظوا القرآن الكريم من خلالها. نتابع ومن ثم نعود. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أحمد مجيب أحمد مرشد من محافظة التعز من مديرية القاهرة، أسكن جوار مستشفى الروضة، من مواليد أواخر 2003. انتهيت للتو من ثالث ثانوي بمعدل 92%. حفظت القرآن كاملا ولله الحمد وأنا في السن العاشرة، إذ بدأت أحفظه وأنا في السن الثامنة في الصف الثالث، وختمته في الصف الثاني، وختمته وأنا في الصف الرابع. تتلمذت وحفظت على يد الأستاذ محمد ناجي علي قائد الزوقري، وأيضا تتلمذت بعد ذلك على يد الشيخ عبد الرحمن عقيل، وعلى يد الأستاذ عبد الرحمن الشميري، وعلى يد الشيخ أكرم المليكي، وحصلت على الإجازة بالسند المتصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم على يد الشيخ خليل الصغير مدير مركز حراء وإمام جامع دار القرآن في تعز. أتيت إلى هنا وسابقت الحمد لله في المصحف كاملة، وحصلت بفضل الله على المركز الثاني. أسأل الله العظيم أن يجعلنا ممن يقيم حروف القرآن ويقيم حدوده، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، اسمي محمد دماج محمد ناجي الشويع من محافظة الأمانة، نشأت وترعرعت فيها، بدأت مسيرتي القرآنية وأنا في سن العاشرة، وانتهيت في سن الثانية عشرة على يد الشيخ الدكتور عبد الله سالم زبيل في حلقة زيد بن ثابت في مركز عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، التابع للجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم. ثم أخذت الإجازة على يد مشايخ الفضلاء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عني خير الجزاء، الشيخ إبراهيم نجيم، والشيخ وليد مشيخي، والشيخ نشوان الجابري، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم وأن يجزيهم عني خير الجزاء. سابقت في هذه المسابقة التابعة للجمعية الخيرية برعاية وزارة الأوقاف والإرشاد، وحصلت فيها على المركز الأول بفضل من الله سبحانه وتعالى، فله الفضل أولا وأخيرا، وما بكم من نعمة فمن الله. كذلك أنصح إخواني الشباب الذين لم يلتحقوا بمراكز التحفيظ أن يلتحقوا، ومن قد التحق فليثبت، فكتاب الله سبحانه وتعالى هو الحضن الدافئ، وهو النور في الدنيا وفي الآخرة، وهو الشفيع له في الآخرة يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى. فقراء القرآن وحفاظ كتاب الله لهم منزلة عالية عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. يقول الله سبحانه وتعالى لهم يوم القيامة: اقرأ ورتل وارتق كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
كذلك نشكر مشايخنا الأجلاء والطاقم العمل في هذا البرنامج القرآني الشامخ الذي كان بتنفيذ الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم برعاية وزارة الأوقاف والإرشاد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهم الأجر وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين، ثم أما بعد، اسمي أمجد عبد الله علي هايل العزيبي من محافظة تعز من مواليد أواخر 2006. بدأت نشأتي في حفظ كتاب الله عز وجل في المحافظة العاصمة صنعاء في حلقة علي بن أبي طالب رضي الله عنه التابع لمسجد الخير على يد الشيخ الأستاذ عبد الرحمن الحاشدي، وقد حفظت هناك 20 جزءا تقريبا. ومن ثم انتقلت إلى محافظة مأرب الأبية وأكملت هناك 10 الأجزاء الأخيرة، ومن ثم أتقنت كتاب الله عز وجل على يد الشيخ الأستاذ أبو بكر الدميني والأستاذ يحيى مخارش والأستاذ نجم الدين القاضي والأستاذ عبد الله اليحيصي. ومن بعد ذلك أخذت إجازة القرآن الكريم التي هي إجازة بالسند المتصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على يد الشيخ الدكتور الفاضل الدكتور خالد الكبودي حفظه الله تعالى ورعاه أينما كان، وأسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته وأن أكون في حسن ظنه بي. بحمد الله وبفضله تم اختياري للمشاركة في مسابقة برنامج رحاب القرآن الكريم، وقد وفقني الله سبحانه وتعالى بذلك، فقد حصلت على المركز الرابع والحمد لله تعالى أولا وأخيرا. كذلك نشكر الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم ووزارة الأوقاف والإرشاد على ما قدموه لنا من اهتمام ورعاية. صل اللهم وسلم على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله المرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين، ثم أما بعد، اسمي دعاء منصور منصور الفقيه من محافظة حجة. بدأت مسيرتي مع القرآن الكريم منذ طفولتي، حفظت القرآن الكريم في مركز الإحسان وختمته في الصف التاسع على يد الأستاذة سمية الحداد جزاها الله عني خير الجزاء. بعد ذلك واصلت مسيرتي مع القرآن والتحقت بمركز الإقراء والإجازة بالسند في صنعاء، وسردت الإجازة على فضيلة الشيخة أميرة الحبابي. بعد ذلك سردت إجازة أخرى اسمها الإجازة بالوقف الهبطي على فضيلة الشيخة سمية حمود الجماعي. بعد أن أتممتها التحقت مباشرة لأخذ القراءات 7 الصغرى على فضيلة الشيخة مديرة مركز الإقراء والإجازة بالسند الشيخة سبأ مطلق الصوفي حفظها الله ورعاها وأمد في عمرها. بعد ذلك سردت إجازة 4 على فضيلة الشيخة سلوى الكحلاني
وتسمى بإجازة حفص من طريق طيبة النشر. بعد أن أتممت هذه التحقت على فضيلة الشيخ الحليلي وأعدت إجازة خامسة، وهذا كله بفضل الله عز وجل ثم بفضل والداي. أسأل من الله العلي العظيم أن يرضى عنهما رضاء لا سخط بعده أبدا، وأن يسعدهما سعادة لا شقاء بعدها أبدا، وأن يرفع قدرهما ويعلي شأنهما ويصلح بالهما ويؤنسهما بقربه. كما لا أنسى الشكر لجميع من علمني وساندني وساعدني على حفظ كتاب الله عز وجل، شيخاتي الأستاذة سميرة الشعوبي والأستاذة عائشة الجماعي. شاركت في هذه المسابقة مسابقة رحاب القرآن وحصلت على الترتيب الثالث. أسأل من الله العلي العظيم أن يبارك في هذه الجمعية، الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم، وفي وزارة الأوقاف. ختاما أقدم نصيحة لكل من لم يلتحق بحلقات مركز التحفيظ أن يلتحق، ومن يلتحق فليستمر وليثبت وليطور من نفسه، ولا يجعل آخر هدفه حفظ كتاب الله عز وجل، بل يستمر ويأخذ الإجازة والقراءات والإعجاز العلمي والتفسير وما إلى ذلك، كما قال الله عز وجل: خذ الكتاب بقوة. ويقول الشاعر ختاما: وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهب متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنم متهللا، هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى، إنه هو الولي على ذلك والقادر. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات، فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. سبحان الله. مشاهدينا الكرام، تابعنا وإياكم هذا التقرير للمتسابقين الذين تأهلوا في هذه المسابقة وفي هذا الشهر الكريم وفي هذا الموسم. نبارك لهم ونتمنى من الله سبحانه وتعالى ونرجو أن يوفقهم وأن يعينهم على الاستمرار في حفظ كتاب الله وتلاوته، وأن يرزقنا أيضا الأجر جميعا. مشاهدينا الكرام، سنذهب الآن إلى الفقرة المهمة وإلى مسك الختام وإلى تكريمكم، هذا التكريم الذي يعزز الإصرار والعزيمة لديكم. وننتقل نبدأ من المركز الرابع ونكرم أمجد عبد الله هائل الحاصل على 97 درجة وسبعة وثلاثة من عشرة، وهو يمثل محافظة تعز. أهلا يا أمجد، تفضل يا أمجد إلى التكريم. طبعا هناك جائزة، حفظك الله. طبعا هناك شهادة تقديرية مقدمة من الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم، مبارك عليك يا أمجد. وأيضا هناك مبلغ مالي للمركز الرابع قدره 400,000 ريال، مبارك عليك، مقدمة من وزارة الأوقاف والإرشاد. التحية لوزارة الأوقاف والإرشاد التي تعنى بهذا الجانب، شكرا لكم جميعا، ومبارك عليك يا أمجد، مبارك عليك. ننتقل إلى تكريم المركز الثالث. المركز الثالث الذي من نصيب دعاء منصور الفقيه من محافظة حجة الحاصلة على 97.5 من عشرة، مبارك عليك يا دعاء، مبارك عليك هذا التكريم. إذن شهادة تقديرية مقدمة من الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم، الله يعطيك. وأيضا مبلغ مالي، جائزة مالية قدرها 600,000 ريال مقدمة من وزارة الأوقاف والإرشاد، مبارك عليك يا دعاء، ونسأل الله أن يكتب أجرك وأن يبارك لك، ومبارك عليكم، فأنتم تستحقون أكثر. ننتقل إلى تكريم المركز الثاني، أحمد مجيب مرشد. يا أحمد، تفضل يا أحمد، الحاصل على 97.7 من عشرة، وهو من محافظة تعز ويمثل محافظة تعز في هذه المسابقة، مبارك عليك يا أحمد. وجائزة أولا شهادة تقديرية مقدمة من الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم، وأيضا مبلغ مالي قدره
800,000 ريال مقدمة من وزارة الأوقاف والإرشاد. مبارك عليك يا أحمد، تستحق أكثر يا أحمد، كنت مميزا ورائعا. ننتقل إلى تكريم المركز الأول. دماج، مبارك عليك، لقد كنت رائعا ومميزا. محمد دماج الشويع من محافظة الأمانة، أمانة العاصمة، وممثل أمانة العاصمة في هذه المسابقة، والحاصل على 99.7 في هذه المسابقة الذي يتوج هذا اليوم يعني المتاهل الأول في موسم هذا العام لرحاب القرآن الكريم. مبارك عليك يا محمد، تفضل يا محمد. ألف مبروك، الله يحفظك، مبارك عليك جائزة طبعاً شهادة جميعاً يا رب. خذ شهادة تقديرية مقدمة من الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم، وأيضاً جائزة مالية مقدارها 1,000,000 ريال لمحمد دماج. مبارك عليك يا محمد، تستحقون أكثر والله، وأنتم رائعون ومميزون في ظل هذه الظروف التي نعيشها، إلا أن هناك من يصنع الانتصار ويصنع الابتسامة ويصنع الإبداع. شكراً لهذا الشعب المناضل وهذا الشعب الكريم وهذا الشعب العزيز الذي ينحت الإنجاز من الصخر ويبدع. وكما أشار المتحدثون في هذه المسابقة، فإن كما أشار الشيخ محمد اليافعي رئيس لجنة التحكيم، بأنه ما يبعث في النفس السرور أنه لم يموت الإبداع، هناك من ينجز وهناك من يعمل وهناك من يصنع. شكرا لكم وبارك الله فيكم أيها المميزون وأيها المبدعون. ولا أنسى أن أشكر أيضا زملائكم الذين شرفونا في هذا الشهر الكريم وكانوا مميزين. وكما عرف المشاهد وتابع أن الفوارق لم تكن كثيرة وأن هناك إبداع وإصرار، لكن هكذا أفرزت المسابقة وهكذا أفرزت النتائج هؤلاء المميزين والعظماء الذين يحملون كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن هو خير ممن يحمل هذا الكتاب؟ أنتم إن شاء الله. نتمنى لكم التوفيق وأن يرزقكم الله الإخلاص وأن يرزقكم الله العمل وأن يرفعكم في الآخرة كما رفعكم في الدنيا، ونحن معكم بإذن الله والمشاهدون جميعا. نتمنى للجميع التوفيق والنصر والفوز، ونتمنى أيضا لشعبنا الكريم، نتمنى أن يكرم هذا الشعب بالأمن والاستقرار، وأن يكون هذا الشهر الكريم إن شاء الله أن نخرج منه وقد غفرت ذنوبنا وقد كتب الله لهذا الشعب الحياة السعيدة والرفعة والسرور. سبحان الله. مشاهدينا الكرام، وهنا سيكرم الشيخ أحمد السعدي مدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد بساحل حضرموت بدرع الوزارة لقناة حضرموت، وهي تستحق، التي تسعت لهذا البرنامج وعمل طاقمها كلهم عملوا لإنجاح هذا البرنامج، تستحقون. دكتور أستاذ محمد، يستلم الدرع الأستاذ محمد وهو مدير مكتب مدير القطاع، قطاع حضرموت، تلفزيون حضرموت. مبارك عليك أستاذ محمد، وشكرا لك يا شيخ أحمد على هذه اللفتة الرائعة. أيضا هناك تكريم من الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم لقناة حضرموت، أيضا درع مقدم من الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم لقناة حضرموت، وهي تستحق. يستلم أيضا الدرع نيابة عن المدير الذي ربما حالة الظروف أن يكون معنا، ولكن حضر مدير مكتبه ويستحقون أكثر. تحية لكم جميعا، تحية لقناة حضرموت التي استقبلتنا وعملت على إنجاح هذا البرنامج، شكرا لهم من الأعماق. وأيضا هناك درع مقدم من الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم لوزارة الأوقاف والإرشاد، وزارة الأوقاف التي كما سمعنا أنها أحيت هذا البرنامج بعد أن كان قد اختفى ثم عاد بفضل جهود المخلصين في هذه الوزارة. ومبارك عليكم شيخ أحمد، وشكرا لجهودكم، وشكرا لهذه أيضا اللفتة من جمعية القرآن الكريم، ويستحق الأوقاف والإرشاد التكريم. ونشكرهم ونحيي الوزير ونحيي كل طاقم الوزارة الذين عملوا على إنجاح هذا البرنامج. ونكلم الأستاذ خالد جمال أبو ليل وهو المدير التنفيذي للجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم بساحل حضرموت. مبارك عليك يا أستاذ خالد، تستحقون الجنود المجهولين الذين رافقونا خلال حلقة هذا البرنامج، مبارك عليك. الأستاذ محمد صالح بن حمادة يتفضل، مبارك عليك يا أستاذ محمد، تفضل. السلام.
نكرم أيضا الأستاذ هاني صالح باخميس. مبارك عليك يا أستاذ هاني، كنت مبدعا ونشيطا، تستحق التكريم، مبارك عليك. أيضا نكرم الأستاذ عبد العزيز ناصر السروري. يتفضل الأستاذ عبد العزيز، مبارك عليك يا أستاذ عبد العزيز، دينامو الطاقم، مبارك عليك، تستحق. يسلمه الشهادة الأستاذ محمد بوزير، مدير مكتب مدير عام قطاع حضرموت، تلفزيون قطاع حضرموت، مبارك عليك. وأيضا نكرم خالد علي بامعلم، الأستاذ خالد علي بامعلم، مبارك عليك يا أستاذ خالد، وشكرا لكل أبناء حضرموت الذين استقبلونا بحفاوة وكانوا نعم الإخوة ونعم الزملاء ونعم الكرام، مبارك عليك. ننتقل الآن إلى تكريم المبدعين والمبرزين الذين أتحفونا وشاركونا إنجاح هذا الحفل، ونبدأ بالأستاذ أحمد محفوظ باجبير، مدير الإدارة الفنية في قطاع تلفزيون حضرموت. شكرا لك يا أستاذ أحمد. الأستاذ أحمد يستحق التكريم، مخضرم، عمل في أكثر من قناة ونعرفه منذ أعوام، وهو مبدع في مجاله. مبارك عليك يا أستاذ أحمد، تستحق، مبارك عليك. نكرم المصور المبدع يوسف محمد البيتي، مبارك عليك يا يوسف، كنت رائعا، تستحق يا يوسف، مبارك عليك، وفقك ربي وحفظك الله. نكرم المصور الرائع والمبدع معاذ محمد باسباع، تفضل يا معاذ. حياك الله، ألف مبروك حبيبي، مبارك عليك يا معاذ، تستحق والله. نكرم المهندس سقاف محمد السقاف، وهو مهندس صوت في هذا البرنامج الذي لا يكل ولا يمل ولا يغضب، بروح رياضية عالية. أحييك يا سقاف، أحييك والله، مبارك عليك. نبارك أيضا ونهنى ونكرم عوض مبارك بو سبعة. يلا يا عوض، أين أنت يا عوض؟ مهندس وفني وفنان أيضا، تفضل، ما شاء الله كتلة من المواهب، وفقك ربي وحفظك إن شاء الله. ونكرم أحمد عبد الله الحبشي، أهلا يا أحمد، والنعم، حياك يا أحمد، والنعم، من الطاقم العاملين معنا، وفقك يا أحمد، الله يحفظك، بارك عليك يا أحمد، المدير يسلمها لك. أحمد نموذج للعامل المثالي، متفاني في عمله، شكرا لك يا أحمد. نكرم المهندس حسن العمودي، تفضل يا أستاذ حسن. نكرم المهندس حسن العمودي. وأيضا نكرم عمار سالم باصاع، ونكرم سالم جعفر بن بري، ونكرم أيضا عبد العليم حسن المحمدي. نكرم أيضا أيمن صالح بنافع، تفضل يا أيمن، بارك عليك. ونكرم أيضا أحمد عبد الرحمن باجعفر، مبارك عليك يا أحمد. والآن مشاهدينا الكرام سنذهب إلى تكريم صاحب اللمسات الجميلة في هذا البرنامج، صاحب الجهد الكبير، صاحب الأخلاق العالية قبل ذلك، أستاذنا ومعلمنا الأستاذ طلال أحمد بحيدرة، مخرج هذا البرنامج، تفضل يا أستاذنا طلال، مبارك عليك والله، تستحق، من أروع من عملنا معهم في الإعلام. تشرف بك أستاذ طلال، مبارك عليك. أستاذ طلال مخرج البرنامج، وهو أيضا أحد الكوادر في تلفزيون حضرموت،
ومن الذين عملنا معهم ومن المميزين. لم نشعر بالتعب، كان يلاطف الجميع ولا يغضب ولا ينفعل، ومن المخرجين الرائعين الذين نتمنى أن نكون بهذا المستوى من الرقي. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة وإلى نهاية هذا البرنامج، هذا البرنامج الذي سيظل في الذاكرة، سيظل هؤلاء الشباب وهؤلاء الطاقم الكبير وأيضا المتسابقين الكل سيبقون في الذاكرة وسنذكرهم بكل خير. ومشاهدينا الكرام كنا سعداء في هذا الشهر الكريم، نتمنى أن نكون قد وفقنا في تقديم هذا البرنامج وأن يكون قد نال استحسانكم وأن يكون قد نال رضاكم. نستمد منكم إذا هناك ملاحظات، إذا هناك يعني لتطوير هذا البرنامج. أحييكم مرة أخرى وأشكر السادة الذين حضروا معي في هذا التكريم، أشكر لجنة التحكيم المشايخنا الأجلاء، أشكر الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم، وأشكر وزارة الأوقاف التي رعت هذا البرنامج، وأيضا نشكر تلفزيون حضرموت وكل العاملين وكل الطاقم، ونشكر مخرج هذا البرنامج، وأشكر المتسابقين، وأشكركم جميعا، والشكر لله أولا وأخيرا، وعيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير، إلى أن نلقاكم في برامج قادمة. تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.